متابعينا الأعزاء من مأدبة إفطار القنصلية العراقية، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بالقنصل العام لدولة الكويت سعادة ذياب الرشيدي. يا مرحبا بك. يا أهلا وسهلا فيكم. بداية الله يرضى عليك ويسلمك، ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسعادة القنصل العام لجمهورية العراق الشقيق على هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا في دبي، وبصفتي قنصل عام دولة الكويت وعميد السلك القنصلي في دبي والإمارات الشمالية أتقدم لسعادته ولجميع أعضاء القنصلية العامة لجمهورية العراق وإلى الشعب العراقي العزيز أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ما هي أمنيتك بهذا الشهر الفضيل؟ أن يعم السلام والأمن جميع بلدان العالم العربي والإسلامي. دائما بعدة أسئلة أسأل عدة شخصيات يقولون لا رمضان في الكويت غير، لماذا غير؟ ندعوكم لتروا ذلك بأعينكم. بس شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك.